بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لما ربنا سبحانه وتعالى يدخل الناس الجنة بينزع اللي في صدورهم من غل وتكبر وحسد وجميع المشاعر اللي البشر بتبص لبعضها البعض، نظرة تكبر، نظرة تمالي إن هم يكونوا أفضل من الباقيين. علشان كده لابد لنا إن احنا ننزع الحقد من قلبنا وننزع الحسد وننزع التكبر. وإحنا في أواخر شهر رمضان الكريم بجميع الأيام الطيبة اللي شاهدناها في هذا الشهر الكريم، عايزين نخلي حياتنا كلها طيبة والخاتمة طيبة. لذلك يعني عاوز أختم معاكم في شهر رمضان المبارك بآيات من الذكر الحكيم وأناشيد دينية مع الأستاذ محمد سعيد مشرف. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك. أهلا بك. وابنه زياد محمد مشرف. أهلا بك أستاذ زياد. هبدأ مع الأستاذ زياد مباشرة بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ زياد محمد مشرف. تفضل أستاذ زياد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم. يعني أعزك الله بتلك الآيات المباركة الحكيمة. ودايما ربنا مملئ قلوب المسلمين جميعا بالإيمان والقرآن الكريم. هنتقل للأستاذ محمد مشرف بسؤال في غاية الأهمية والكل يعني في تشوق تبع عنه، وهو فضل أواخر العشر من شهر رمضان المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فضل العشر الأواخر من رمضان، يكفينا يا أستاذي، يكفينا ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر، قالوا بعض العلماء تتنزل الملائكة إلى الأرض، عددهم أكثر من عدد حصى الأرض، يشهدون لمن قام ليلة القدر. وشق آخر في ليلة القدر، ألا وهي خير من ألف شهر. خير من ألف شهر يعني 83 سنة وأربعة أشهر، 83 سنة وأربع شهور عبادة هي خير منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا، ومن قام القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، ليلة واحدة أجرها مساوي لأجر الشهر كله وأجر الشهر كله. فمن خسر ليلة القدر فقد
خسر كلام من فمن قام ليلة القدر فقد فاز، ومن خسر ليلة القدر فإنه قد خسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد خسر عبادة 83 عاما وأربعة أشهر وهم 1000 شهر. والله أعلى وأعلم. ندعو الله عز وجل بأن يشهدنا تلك الليلة المباركة ونكون من نفحاتها المباركة والثواب العظيم والجزيل فيها. وزي ما قلت لكم في المقدمة أن النهاردة نفحات دينية ما بين قرآن كريم وأسئلة دينية وأناشيد دينية، لذلك هنستمع لأول أنشودة ما بين الأستاذ محمد وابنه زياد. تفضل. الأنشودة من تأليف والدي الحاج محمد مشرف. تمام. يا نبي الله يا سيد الخلق يلي نورك سبق البر، يا نبي الله يا سيد الخلق يلي نورك سبق البر، بتمنى اشوفك وتهنى واخد حته من الجنه، بتمنى اشوفك وتهنى واخد حته من الجنه، واسمع كلامي بيتغنى بيطرب كل الناس والخلق، يا نبي الله يا سيد الخلق يلي نورك سبق البر، شفتك مرة في منامي كنت ملهم أحلامي، شفتك مرة في منامي كنت ملهم أحلامي، واخد عقلي وكياني ومفيش بينهم أي فرق، يا نبي الله يا سيد الخلق يلي نورك سبق البر، تتمنى عليا وتشوفك تسقيني ميا بكفوفك، تتمنى عليا وتشوفك تسقيني ميا بكفوفك، أشرب واتهنى واجري في الجنة، أشرب واتهنى واجري في الجنة، ده ما فيش فيها شرق وغرب، يا نبي الله يا سيد الخلق يلي نورك سبق البر. جميل جدا نستمع أناشيد دينية لأول مرة وكلمات لأول مرة بنستمعها من أب فاضل عظيم الأستاذ محمد سعيد مشرف طبعا. وزي ما عودتكم دايما ان الحلقه ديت هتكون عن الدين فقط لا غير، لذلك هذهب لسؤال في غايه الاهميه برضك وتشوق اليه المسلمين جميعا والصائمين خاصه، وهو كيفيه قيام المسلم لليله القدر. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. تجب العباده في ليله القدر ان تكون في الليل كله حتى صلاة الفجر، وأن يكون الإنسان في اعتكاف، يكون الإنسان في اعتكاف، ويجوز الاعتكاف بالمنزل نظرا للظروف الحالية، يعني يجوز الاعتكاف بالمنزل نظرا للظروف الحالية. يعني ممكن فرد واحد هو اللي يقيمه. أيوة واحد. أنت تعتكف في بيتك. تعتكف في بيتك مش شرط جماعة زي أي صلاة. لا لا لا، أنت تعتكف في بيتك، تعتكف في بيتك وتكثر من الصلاة، تكثر من الصدقات، تكثر من الدعاء، وخاصة الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه للسيدة عائشة فقال لها إذا هي لما قالت له يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر بماذا أدعو، فقال لها يا عائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، فيجب الكثرة من هذا الدعاء. والله أعلى وأعلم. إيه طب يعني سؤال فرعي في هذا السؤال برضو، إمتى يبتدأ صلاة التهجد أو الصلاة التي توحي لليلة القدر؟ الصلاة بعد صلاة هو الليل كله عبادة وصلاة، مش تبدأ يعني إحنا بنصلي طويح ونفضل في كنف الله حتى صلاة الفجر متاح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أحيا ليله يعني إيه؟ أحيا ليله يعني صار الليل كله عبادة، خلى الليل كله عبادة، أحيا ليله يعني ما نمشي الليل خالص،
في ليلة ليترقب ليلة القدر. ما حددش وقت معين للصلاة، بل هو ترك الليل كله بأكمله إليه للصلاة وللتعبد. الرسول كان بيصلي الليل كله. صحيح. في العشر الأواخر. صحيح. كان يشد مأزرة. أكيد. يعني إن شاء الله نشهدها بإذن الله. إن شاء الله ربنا. ونضغط على نفسنا في خصوصا إن خلاص يعني ما عادش إلا أيام بسيطة وساعات قليلة جدا. هي أيامها هي بتيجي في الأيام زي ما أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام الوترية. الوترية إن شاء الله. يعني النهاردة هي 27 27 فاضل 27 و29 و29 يعني في اليومين دول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نشهدها جميعا إن شاء الله ونقيم ليلة القدر. طب خلينا ننتقل لمنشدة جديدة من تأليف حضرتك برضك ولا؟ ايوه ان شاء الله. خلاص على خير الله، سمعونا ان شاء الله. يا عن رمضان. نتكلم عن رمضان. تمام. رمضان وكورونا، يعني خليها كده رمضان وكورونا عشان خاطر احنا في زحمه كورونا مش عارفين نخلص. احنا واخدين الترند. يلا يا شيخ زياد كده سمعنا. رمضان يا شهر مريح ايامك فيها مرونة، يا رب بعد كورونا ايامك نعمة ومنة بتوصلنا للجنة. رمضان يا شهر مريح أيامك فيها مرونة، يا رب بعد كورونا أيامك نعمة ومنة بتوصلنا للجنة. يا سلام على الصيام واللمة على الفطار، وعود بابا لينا وتعالي الزينة، وعود بابا لينا وتعالي الزينة، وماما منورانا بكنافة بتحيينا، بكنافة بتحيينا. رمضان يا شهر مريح أيامك فيها مرونة، يا رب بعد كورونا أيامك نعمة ومنة بتوصلنا للجنة. بعد الفطر بنصلي ونقول التسابيح، والجيران بتهني ونقيم التراويح، واخويا وابن عمي بينوروا الفوانيس، بينوروها في الضلمة بيخلوا الليل عريس، بيخلوا الليل عريس. رمضان يا شهر مريح أيامك فيها مرونة، يا رب بعد كورونا أيامك نعمة ومنة بتوصلنا للجنة. جنبينا عم موافي بيصنع الكنافة، وعم حسن بيهلل ويقول يا ناس نتكمم، ويقول يا رب نكمل لحد يوم العيد، لحد يوم العيد. رمضان يا شهر مريح أيامك فيها مرونة، يا رب بعد كورونا أيامك نعمة ومنة بتوصلنا للجنة. قبل الفجر بشوية بيكون الأمر يسير، بنطلع فوق ناكل ونشرب العصير، بعدين الفجر نصلي نوقف ندعي ونقول أيامك فيها مرونة ويا رب بعد كورونا، أيامك فيها مرونة يا رب بعد كورونا. يا رمضان يا شهر مريح أيامك فيها مرونة، يا رب بعد كورونا أيامك نعمة ومنة بتوصلنا للجنة. يعني جميل جدا بنسمع كلمات معبرة من وحي الخيال الديني اللي احنا بنستمع ليهم الآن، وطبعا لأستاذنا الكبير أستاذ محمد سعيد اللي دايما تأليفه وكلماته معبرة جدا. لذلك يعني هننتقل لسؤال آخر في الأسئلة الدينية، وهو إذا أفطر المرء أو المسلم بشكل خاص في شهر رمضان المبارك بعذر فإيه الكفارة؟ هل يجب عليه كفارة أو كيف يخرج من هذا؟ بعذر يجب عليه كفارة. وكفارة فطر يوم في رمضان بعذر هي عتق رقبة أو إطعام بعذر يصوم يوما، بعذر يصوم بداله، يصوم بداله يوم، يعني يصوم بعد شهر رمضان. أيوه. أم من غير عذر فهو له كفارة عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صيام 60 يوما متتابعين دون أن يفطر يوما. جميل جدا. يعني أنت فرقنا كده بين اللي صام بعذر وغير عذر. أيوه. اللي بعذر بيصوم يقضي يوم، يقضي يوم، يقضي يوما. اللي من غير عذر عليه كفارة، عمدا عليه كفارة، له كفارة.
أو صيام 60 يوم، كفارة عتق رقبة أو صيام 60 يوما متتاليين متتابعين على طول، لا يجوز أن يفطر بينهم يوم. لو فطر يوم يعيدهم من تاني 60 يوم. جميل جدا. يعيدهم من تاني 60 يوم أو إطعام 60 مسكينا، وذلك عن اليوم الواحد. اليوم واحد بيفطر 60 يفطر 60 مسكين. يعني مش 60 واحد دول مش على شهر رمضان كاملا. لا لا لا، اليوم الواحد. اليوم الواحد. جميل. جميل جدا الواحد. يعني الإجابة واضحة لهذا السؤال، ونتمنى ان احنا من نعوش في الاسم ده ونوضب على هذا الفرض العظيم اللي بيجي لنا كل عام. خلينا نتشوق لأنشودة اخرى من اناشيد الاستاذ محمد سعيد. تفضلوا. مين اللي قال؟ لؤلؤة من نور الهدى مكتوب عليها محمد، نزل بها جبريل زالت كل الغيوم، كرامة لمحمد حملها. دقيقة واحدة نطلع نستمع الأذان ونجي لكم تاني نتشوق للأناشيد الدينية. ماشي. هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل إن شاء الله. وبعد ما رجعنا لكم من فاضل من فاصل هنستكمل للمشودة الدينية اللي احنا كنا بنكملها مع الأستاذ محمد سعيد وابنه زياد مشرف. هنبتدأ من الأول تاني عشان قطعناها في وسط الأنشودة. تفضل. لؤلؤة من نور الهدى مكتوب عليها محمد، نزل بها جبريل زالت كل الغيوم، كرامة لمحمد حملها الهوى بدور في أنفاس الجماد، وكل متحرك من أول الخلق حتى يوم العرض يشفع لنا محمد. مين اللي قال اللي قال اللي قال إن النبي لا جه ولا كان؟ مين اللي قال اللي قال اللي قال إن النبي لا جه ولا كان؟ أقول لمين وأحكي لمين؟ الله الله، ده مرسل من رب العالمين. أقول لمين وأحكي لمين؟ ده مرسل من رب العالمين، ده اللي هاجر بالجمال واللي عاد الحظ مال، ده اللي هاجر بالجمال واللي عاد الحظ مال. مين اللي قال اللي قال اللي قال إن النبي لا جه ولا كان؟ النبي ساكن في قلوبنا. الله الله، بنريده حتى ولو دبنا. الله الله، ده النبي ساكن في قلوبنا، بنريده حتى ولو دبنا. بريده يا قلبي من زمان، من مولدي حتى الختام. بريده يا قلبي من زمان، من مولدي حتى الختام. مين اللي قال اللي قال اللي قال إن النبي لا جه ولا كان؟ شوفوا الدنيا بهواها، الله الله، وكلامها عن العدنان. شوفوا الدنيا بهواها، وكلامها عن العدنان. ده الجبل عشان مال، والشجر قال ابتهال. ده الجبل عشان مال، والشجر قال ابتهال. مين اللي قال اللي قال اللي قال إن النبي لا جه ولا كان؟
ما يقولوا عليك مهما يقولوا. الله الله. بيقولوا كذب وبهتان، ما يقولوا عليك مهما يقولوا، بيقولوا كذب وبهتان. ياللي ترابك حنا وزعفران من الجنة، ياللي ترابك لنا حنا وزعفران من الجنة. مين اللي قال اللي قال اللي قال إن النبي لا جه ولا كان؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني بصراحة يعني أفرتوني بتلك الأناشيد الجميلة جدا. الله يخليك. يعني عاوز تعرفني إن جميع الأناشيد ديت من تأليف حضرتك؟ تأليف طبعا أكيد الله. يعني مفيش بعض ال لا 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 مفيش، هو ما بيستعنش لأي حاجة. جميع الروائح الجميلة ديت. الله يخليك. من الله يبارك فيك. طبعا طبعا الحمد لله. ربنا يبارك فيك دايما ودايما يعني مشرفنا بتلك الأناشيد الدينية. ومش الأناشيد الدينية بس، ده أنت كمان بتجاوب لنا على أسئلة دينية في غاية الأهمية. الله يبارك فيك. تشوق لجميع المسلمين والصائمين ان يستمعوا اليها. وطبعا مش هننسى القران الكريم والصوت العازب اللي تلا علينا الاستاذ زياد في اول الحلقه. واستكمل معك بعض الاسئله الدينيه اللي احنا في غايه التشوق للاجابه عنها. وهي كيف يعلم المرء ان الله قد تقبل صيام من صيام بعد رمضان منه؟ تقبل صيامه في رمضان. شوف يا سيدي العزيز، أنا هقول لحضرتك إن كان أحد الصالحين يقول الطاعة بعد الطاعة علامة للطاعة للقبول، علامة لقبول الطاعة، الطاعة بعد الطاعة علامة لقبول الطاعة. فلو أدرك الإنسان أن الله عز وجل شرح قلبه بعد رمضان واستمر في الطاعة والعبادة، تلاوة القرآن والصلوات التي كان عليها في رمضان، فيعلم جيدا بأن الله عز وجل قبل صيامه وتقبل منه رمضان. والله أعلى وأعلى. يعني لو عمل اسم في بعض الأيام ما كانش ياخد باله منه أو ما كانش يقصد أو سهو عنه بأن هو لو استمر في العبادة. هو يعرف إزاي إن رمضان ربنا تقبل منه رمضان؟ إن هو يستمر في العبادة كما كان في رمضان. بس حس اللي هو خطأ اللي هو سعن الأخطاء والسهو والطهارة دي من الزكاة. هو زكاة الفطر بطهارة للصائم من إيه؟ من اللغو والرفث. طهارة من الصائم من اللغو، ده الشيء ده بينتهي. يعني قصدي حضرتك ان الزكاه ديت بيمحي جميع الاخطاء الصيام والاسام اللي التي تم فعلها في شهر رمضان. اللغو يعني كل حاجه والرفث. جميل. خدت بال حضرتك؟ ده زكاه الفطر. ده زكاه الفطر. فضل ده فضل زكاه الفطر. طب يعني واطعام المساكين واغناؤهم عن السؤال في هذا اليوم، اي يوم العيد. ان يطلع الزكاه، يطلع الزكاه وزكاه الفطر تخرج في أول ليلة من رمضان حتى قبل صلاة العيد. بعد صلاة العيد؟ قبل صلاة العيد. طب وبعد صلاة العيد؟ تكون حسنة. تكون صدقة. صدقة. تكون صدقة. بالزكاة. بالزكاة، لا مش زكاة، تكون صدقة. ولكن الأولى إنها تخرج في العشر أيام اللي إحنا فيهم اللي إحنا فيهم دلوقتي. آخر عشر أيام في رمضان. على حسب دار الافتاء اللي هم حددوها حوالي 15 جنيه. 15 جنيه للفرد. واللي يزيد اكتر يعني كل فرد عليه 15 جنيه، اما اللي يزيد بقى فقد زاده الله عز وجل من الفضل والاحسان. صحيح فعلا. طيب يعني مش عاوزين نضيع وقت للسماع الاناشيد الدينيه الجميله جدا اللي من تاليف الاستاذ محمد سعيد. عاوزين نستمع لحاجه جديده كده. الله 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 الله. انت معانا وقت قد ايه؟ خد راحتك. خد ماشي. طيب الله الله الله. طيب الله الله، دي انشوده جميله جدا برضو الحمد لله من تاليفنا. تمام. وانشاد الشيخ زياد. ربنا يبارك لك ان شاء الله. الله يبارك فيك. اتفضل. الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله. الله 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 الله
يا رسول الله يا حبيب الله يريد قلب النبي اللي رضاه مطلبي يريد قلب النبي اللي رضاه مطلبي هو ديني ومذهبي هو ديني ومذهبي وشفيعي يوم لقاه الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيبي حبك جاري في وريدي يا رسول الله يا حبيبي حبك جاري في وريدي والقلب بيتمنى والقلب بيتمنى الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله بتمنى موت واشوفك تشفع لي من العصيان بتمنى موت واشوفك تشفع لي من العصيان في الجنة كن خدامك في الجنة كن خدامك وخدودي على الأقدام وخدودي على الأقدام الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله مع قلبنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع يعني بدلنا كله مع الرسول ومع الدين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومع الثواب العظيم اللي احنا كسبناه في شهر رمضان انا بشكر مبارك. حضرتك انا اللي بشكركم جزيلا على بشكر تلك الحلقه يعني الدينيه العظيمه ديت والنفحات اللي انتم افرتونا بها النهارده سواء ما بين القران الكريم او الانشيد الدينيه او اسئله في غايه الاهميه ان الصائمين جميعا يعرفوها انا بشكركم جزيلا شكرا استاذ محمد سعيد مشرف شكرا استاذ زياد مشرف وبكده اختتمت حلقة اليوم مع الأناشيد الروائع من ما بين الأستاذ محمد والأستاذ زياد خلال ختام شهر رمضان المبارك أشوفكم إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج مع الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.